ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير دايما، واتمنى الترم ده يكون ترم لذيذ وخفيف على قلبكم ان شاء الله. هنحاول بقدر الامكان مع بعض ان شاء الله نبسط الدنيا وننجز الجزء اللي فات بطريقة سهلة ومبسطة، بحيث ان احنا ما نعقدلكش الدنيا. هحاول ابسط لكم الدنيا في اطار ان انت تبقى فاهم المادة ماشية ازاي، وايه المطلوب منك، وازاي توصل له في الاخر، عشان الموضوع في المادة دي رخمة جدا. هنتكلم ان شاء الله مع بعض ديزاين اوف ريجيشن ستراكشر 2، تصميم اعمار ري 2. هي مادة مكملة لتصميم اعمار ري 1، بس المنشآت اللي فيها منشآت مختلفة تماما. في اعمار ري 1 كنا بنتكلم عن حاجة اسمها كروسنج ستراكشر. الكروسنج ستراكشر دي كنا بنتكلم في نوعين من الاستراكشرز، بنتكلم في نوع تقاطع مجرى مائي مع طريق، وقلنا ان في الحاله دي بيظهر لي يا كوبري يا بربخ، انما الحاله التانية تقاطع مجرى مائي مع مجرى مائي، وفي الحاله دي بيظهر لي يا اما صحاره اللي هي كنا بنقول عليها السايفون او البداله اللي هي الاكيودكت. واتكلمنا في كمان على منشا اسمه التيلسكيب، قلنا ده اللي هو مصب النهايه في حاله اذا تقاطع مجرى مائي مع مجرى مائي، قناه مثلا اللي هو مجرى مائي مع مجرى مائي، ممكن تعمل تيل سكيب. المنهج بتاع السنه دي يا جماعه مختلف شويتين، وبيتكلم في حاجه اسمها ديفرجن ستراكشرز او كنترول ستراكشرز، ايا كان المسمى اللي هتسميه، او هيد ستراكشرز، ايا كان المسمى فكلهم تحت مسمى واحد. يعني هتلاقي حاجه اسمها ديفرجن هيد وركس او هيد ستراكشر، كل الكلام ده، او كانال هيد وركس، كل الكلام ده جميل، بس في الاخر انت لازم تبقى عارف ان الكلام ده ما يفرقش معاك جدا، غير انك تبقى عارف ايه هي الديفرجن ووركس وهي الكانال هيد ووركس والكلام ده. ببساطه جدا يا جماعه، الديفرجن هيد ووركس ده هو منشا بيتحكم في توزيع الميه. طيب الكانال هيد ووركس هو منشا بيتحكم في الصيانه او منسوب الميه. فببساطه جدا احنا بنتكلم في منشات بيسميها هيد ووركس. هيد ووركس منشات تستخدم للتحكم في للتحكم والصيانه، ببساطه جدا. طيب انا عندي كام منشا في الحاله دي؟ عندي اكتر من منشأ. عندي اول حاجه منشآت اسمها كنترول ستراكشرز، منشآت تحكم صريحه. منشآت تحكم صريحه يعني بتتحكم في منسوب المياه قبل وبعد، اقدر من خلالها اقول منسوب المياه قبل كذا ومنسوب المياه بعد كذا، اللي هو في الداون ستريم والاب ستريم. فالمنشآت دي عندي نوعين من المنشآت، وهنتكلم فيهم بالتفصيل ان شاء الله مع بعض خلال الترم. منشأ اسمه الهدار اللي هو الوير، ومنشأ اسمه الريجليتور اللي هو الانتره. تاني منشآت عندك هي ستورج ستراكشر. ستورج ستراكشر هي منشآت التخزين. منشآت التخزين بنتكلم على الدامز اللي هي الامبانكمنت، الدامز سواء كان امبانكمنت اللي هو تراب يعني، او كونكريت اللي هو خرساني. وكمان عندنا منشآت اسمها منشآت نافيجيشن ووركس. النافيجيشن ووركس دي منشآت ملاحه زي الهويس، ده كمان ممكن يدخل معانا في الاعتبار كمنشأ من منشآت التحكم. تمام، الهويس منشأ تحكم يا جماعه، الفكره بتاعته ايه؟ انت بتتحكم خلاله من الميه، انت بتتحكم في الميه، فهو منشأ تحكم. تمام. طب يا باشمهندس، ايه هو المنشآت الاساسيه اللي احنا هندرسها مع بعض؟ المنشآت الاساسيه اللي هندرسها مع بعض هم الاربع منشآت اللي انت المفروض تبقى عارفها، اللي هي الوير، الريجليتور، الدامز سواء كان خرسانه كونكريت، او سواء كان ارث دامز اللي هو امبانكمنت اللي هو الركامي، زي مثلا السد العالي عندنا في مصر. نبدأ ننقل نقلة تانية خالص، بس نقلة سريعة. هو ايه الفرق الجوهري يا باشمهندس ما بين المنشآت دي اللي هي منشآت الكروسنج ستراكشر ومنشآت الهيد ورك ستراكشر؟ الفرق الجوهري بينهم حاجة اسمها السيبج. ايه السيبج ده يا باشمهندس؟ السيبج ده يعني التسريب. الكوبري مش هيحصل فيه تسريب. ليه مش هيحصل فيه تسريب؟ لأن أنا عملت كوبري والمية ماشية عادي. البربخ نفس الكلام، انا عملت بربخ والميه مش عادي. الصحاره نفس الكلام، انا عملت ماسورتين والميه مش عادي. امال ايه مشكله اللي هي زي اقول لك اللي هي منشات التحكم دي؟ حاجه اسمها السيبج. زي ما انت شايف اللي قدامك ده، ده الهدار. الميه جايه من هنا، يعني الميه، عايز بس اشوف قلم. المياه جايه لك من هنا وعايزه تعدي تروح الناحيه التانيه. طب يا باشمهندس، ما هي اصلا انت بتقول لي انها بتعدي من فوق. طيب تمام، كويس جدا، بس لقت جسم للمنشا. خد بالك، ده
جاي بالعرض كده، يعني جاي بعرض المجرى المائي كله. طيب اللي بيحصل، اللي بيحصل ان جزء من الميه اللي انت بتتحكم فيه بيعدي، وجزء من الميه بينزل تحت المنشأ. ايه اللي بينزل تحت المنشأ ده؟ اللي بينزل تحت المنشأ ده بيحصل له حاجة اسمها التسريب. يعني ايه تسريب؟ تسريب يعني الميه بتتسرب من تحت المنشأ. انا هحاول بسم الله. ده تعالى نكمل وبعد كده نبقى نشوف التسريب بقى يا جماعه. ايه اللي انت هيظهر لك مشكله؟ ان انت عندك جزء حبيبات الميه بتنزل تحت المنشأ وبتتحرك. طيب ايه المشكله في دي؟ المشكله الدنيا اللي هي الميه دي لو كانت نازله بكميات كبيره جدا ممكن تسبب لك مشاكل تحت التربه دي. فعشان كده بنضطر نحسب حاجه اسمها بيركوليشن لينس. ايه البيركوليشن لينس ده؟ ده الطول الامن، اقل طول امن لمرور الميه من تحت المنشأ بدون حدوث اي انهيار للمنشأ. تاني، البركوليشن لينس ده الطول الآمن تحت المنشأ، هو الطول الذي يسمح بمرور المياه دون حدوث أي انهيار للمنشأ. طبعا ده اللي هو تقسيمة المادة، انتوا عارفينها طبعا مش محتاج ان انا اقول لكم عليها. هنبدأ نتكلم على طول زي ما قلت لكم في التسريب. تعريف التسريب يا جماعة بسيطة جدا، هو حركة المياه، حركة المياه أسفل أو خلال المنشأ نتيجة وجود فرق في الهيد ما بين اب ستريم وداون ستريم المنشأ. بمعنى ان انت عندك هنا الميه غير الميه هنا، فبقى عندك هنا في ضاغط وهنا في ضاغط، فنتيجه ان في ضاغط هنا وضاغط هنا الميه بتتحول في، انا قلت لك ان في جزء هيتحرك من هنا ده اللي انت بتتحكم فيه، وجزء نتيجه فرق الضغط ده هيتحول من تحت المنشأ. ده اللي هو بيسميه التسريب. تمام، يبقى هي حركه الميه اسفل او خلال المنشأ نتيجه وجود فرق في الهيد بالاضافه لوجود تربه غير منفذه اللي هي بعد مسافه معينه بعد طبقه معينه. طب انت بتقول لي يا باشمهندس حركه الميه اسفل او خلال المنشا، طيب ده اسفل لان هنا خرسانه. طيب فين خلال المنشا اللي انا لسه قايل لك عليه من شويه اللي هو الايرث دامز؟ ايه الايرث دامز ده يا جماعه؟ الايرث دامز ده يعني لو امبانكمنت دامز اللي هو السد الترابي. السد الترابي ده في فجوات خلال السد نفسه، فالميه لما بتيجي تتحرك بتحرك من خلال السد. حركه الميه من خلال السد ده، ده اسمه فراتيك اللي هو الخط ده اسمه فراتيك لاين. فراتيك لاين ده اقصى حاجه الميه ممكن توصل لها، يعني الجزء اللي فوق ده جزء عمره ما توصل له الميه، الجزء اللي تحت ده مليان ميه. طيب الفكره هو السيبج ده بيأثر على المنشأ ازاي؟ عندنا باكتر من حل، اكتر من سبب يخليني ادرس السيبج على المنشآت. اول حاجه لازم اعرف كميه الميه اللي انا هفقدها تحت المنشأ اللي هي بنسميها التصرف. يبقى اسباب تأسيس وأسباب دراسة السيبج على المنشآت. أول حاجة أنا عندي كمية من المياه نزلت تحت المنشأ، فالكمية اللي تحت اللي نزلت تحت المنشأ دي ببساطة جدا أنا عايز أعرف فيها كام. ليه؟ لو أنت بتتكلم في إن أنت مثلا مصمم قناة على تصرف معين والتصرف ده جزء منه كبير اتسرب تحت المنشأ، فأنت عندك بقى في مشكلة لأن التصرف قل عن التصرف اللي أنت عامله. تقول لي يا باشمهندس بس أنا اللي مصمم. أيوه بس أنت حطيت منشأ، المنشأ غير لك من التصرف. تاني حاجة الأبليفت. يعني إيه أبليفت يا باشمهندس؟ عندك هيد هنا وهيد هنا مختلفين، بدل هيد مختلف عن هيد مختلف يظهر لك قوه من تحت لفوق عايزه ترفع لك المنشأ من تحت لفوق. ثالث حاجه الميه اللي هتمشي دي ممكن تسبب لي حاجتين، بيقول لك الميه دي ممكن تمشي وتطلع بسرعه جدا، فممكن تعمل لي حاجه اسمها يا بايبنج يا هيفنج، وهندرس الاثنين بالتفصيل مع بعض. بايبنج دي ان الميه بتطلع بسرعه جدا فبتاخد التراب او التربه وتشيلها، تحس ان بقى في ايه؟ ان بقى عندك ماسوره بالميه بتمشي فيها بسرعه جدا. فبقول لك تأثير السيبج على المنشآت ثلاث تأثيرات مهمة جدا. أول تأثير اللي هو معرفة كمية المياه المفقودة أسفل المنشآت اللي هي كيو، وهنعرفها مع بعض إزاي بنحسبها. دراسة تأثير الأبليفت. أبليفت ده اللي زي ما قلنا يا جماعة هو تأثير اللي هو الأبليفت اللي هو تأثير المياه اللي هو فرق الضغط ما بين أب ستريم وداون ستريم المنشأ بيسبب لي قوة أبليفت من تحت لفوق لازم أدرسها. ثالث حاجة سرعة المياه دي هتسبب لي حاجة من اتنين، بتسبب لي حاجه اسمها بايبنج حاجه اسمها هيفنج، وندرسهم مع بعض. زي ما قلت لك السيبج عشان تبقى عارف انواعه بيبقى عباره عن يا اما كونفايند يا اما كونفايند، محصور او غير محصور. مرتبط بايه؟ مرتبط بشكل المنشا ومرتبط بنوع الماده المصنوع منها.
لو الماده اللي مصنوع منها هي ماده خرسانه فزي الوير مثلا، فغصب عنك السيبج كله هيبقى تحت المنشا. انما لو كان زي ما اتكلمنا قلنا اللي انا عندي ده انواع السيبج. طب يا باشمهندس، هو انا عشان امن نفسي ضد السيبج ده، ضد التسريب ده، فانا محتاج اعمل ايه؟ زي ما قلت لك ان انا عندي حاجه اسمها بيركوليشن لينس. بيركوليشن لينس ده طول الفرشه من تحت، طول الفرشه خلال حركه الميه. يعني لو افترضت ان ده قاع وده قاع، فده كله بنسميه بيركوليشن لينس. طيب يا باشمهندس، البيركوليشن لينس ده الطول المقاوم للتسريب. فعشان كده بنقول البيركوليشن لينس اللي المفروض يسيف لك هي اقل طول في الفرشه الخرسانيه يسيف لي السيبج. يعني ايه يسيف لي السيبج؟ يعني الميه تخرج من امام لاسفل المنشا بامان بدون ما تعمل لي اي مشاكل او اي انهيارات. طيب انت بتقول لي يا باشمهندس ان السبب في ان يحصل لي اصلا سيبج ويحصل لي ابليفت ان انا عندي تاثير فرق الضغط. انا عندي ضغط اب ستريم وضغط داون ستريم، فبقول لك ازاي احسب الضغط في الاب ستريم والضغط في الداون ستريم. انت حطيت منشا عشان تتحكم في الميه، فطبيعي ان انت بتقول ان الميه قبل غير الميه بعد. انت اللي بتقول كده، انت بتتحكم في الميه. طيب يا باشمهندس، انا عايز اجيب الضغط ده. بقول لك الضغط ده لا اكبر من ثلاث حاجات غير حاله الصيانه. تاني الضغط ده لا اكبر من ثلاث حاجات غير حاله الصيانه. ايه اللي اكبر من ثلاث حاجات؟ انت عندك في اي مجرى مائي عندك ثلاث انواع من السريان: هاي ووتر ليفل، لو ووتر ليفل، نورمال ووتر ليفل. فانا لما اجي اقول لك في مساله الضغط بتاعك بتاع مساله كام، ومديك في الهاي ومديك هاي هاي نورمال نورمال ولولو، لازم تحسب لي الثلاثه. الثلاثه بمعنى ايه؟ يعني هتقول لي منسوب الهاي ووتر ليفل في الاب ستريم ناقص منسوب الهاي ووتر ليفل في الداون ستريم. اثنين، منسوب النورمال ووتر ليفل في الاب ستريم ناقص منسوب النورمال ووتر ليفل في الداون ستريم. ثلاثه، منسوب اللو ووتر ليفل في الداون ستريم ناقص منسوب الووتر ليفل في الاب ستريم ناقص الداون ستريم. يبقى كده الثلاث حالات التشغيل دول بيسموها حالات التشغيل. يبقى اتش اكبر من ثلاثه، حاله من حالات التشغيل الثلاثه. طيب عندنا حاله رابعه يا باشمهندس، حاله الصيانه. ايه حاله الصيانه ده؟ حاله الصيانه ده بيقول لك ان انا دلوقتي انا مش عايز الميه تعدي من هنا، انا عايز الميه تقف عند جسم الهدار هنا. وبالمناسبه يا جماعه السطح العلوي للهدار ده اسمه كريست، اسمه كريست عشان انت بتذاكر. تمام؟ فانا الميه وقفت هنا يا باشمهندس، فبتقول لي وركز في اللي انا هقوله، منسوب الكريست ناقص منسوب البيد ليفل. منسوب الكريست ناقص منسوب البيد ليفل يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني لو انا جيت لك في مساله زي ده يا حبيبي وقمت قايل لك ده كان شكل الهضار بتاعك وده كان البيد ليفل، يبقى منسوب الكريست ناقص منسوب ايه؟ البيد ليفل. وتركز في دي جدا، يعني ممكن يخلي البيد ليفل هنا وممكن يطلعه فوق، فمنسوب الكريست ناقص منسوب البيد ليفل. نرجع تاني للموضوع. فخلاص يبقى الضغط قلت حاجه من اربعه، يا اما حاله تشغيل، حاله من حالات التشغيل، او حاله الصيانه. انا بعمل ايه يا باشمهندس؟ انا بروح احسب، بقول له الهاي ووتر ليفل في الاب ستريم ناقص الهاي ووتر ليفل في الداون ستريم، ونفس الكلام بالنسبه للنورمال واللو، وراح احسب اللي هي حاله الصيانه، واقوم قايل له اكبر حاله هتحصل عندي. يعني كانت حاله الصيانه 5 متر، وحاله الهاي ووتر ليفل 3 متر، وحاله النورمال 2، وحاله اللو كانت 1.5 مثلا، يبقى اكبر حاجه تحصل عندي يبقى فرق الضغط ما بين الاب ستريم والداون ستريم هي 5 وجايه من حاله الصيانه. وركز معايا، حاله الصيانه دي بتصلح في حاله انك بتحسب الضغط عشان تدرس السيبج، تاثير التسريب، لان ده اكبر ضغط ممكن يحصل. لكن في حالات بعد كده هنعرف ان احنا ما ينفعش نستخدم في حاله الصيانه. يعني لما انا اقول لك ايه هيحصل لي مثلا هيدروليك جامب جوه المنشا، هو في هيدروليك جامب هتحصل من حاله صيانه؟ لا، هنعرف ده مع بعض بالتفصيل الممل بعدين. يعني زي المساله دي مثلا، شايف مسألة مديك أكتر من ضغط في المسألة، فين الضغط أكتر من ضغط إزاي؟ بص مديك هنا اتش واحد، ومديك هنا أدي الاتش ده اللي هو بنات الضغط ده، وأدي اتش اتنين، وأدي اتش تلاتة. حالة اللي هو فرق الضغط الكبير فين؟ ما بين اتش واحد واتش تلات، هتطرح الاتنين مع بعض. طب حالة الصيانة يا باشمهندس، أنت بتقولي المية هتقف هنا، تمام، أما تقف هنا فين البيد ليفل أهو؟ يبقى منسوب يبقى هتقولي منسوب الكريست ناقص منسوب البيد ليفل برضه. أتمنى تكون واصلة. مسألة زي ده اهو، مديك هنا منسوب ال10 وهنا منسوب ال4، يبقى منسوب حالة الصيانة كام؟ 6 متر.
ركز في التفاصيل الصغيرة دي لأنها مهمة جدا. تاني كمان أهو، ده عندك هنا اتش واحد وهنا اتش اتنين، أنا بديك أكتر من شكل مختلف عشان تقدر وأنت بتذاكر تعرف إن الموضوع مش مرتبط بالهيد ستراكشر بس، أو مش مرتبط باللي هي الوير بس، اللي قدامك ده ريجليتور. بيطبق الكلام بينطبق على الاتنين. اللي بينطبق هنا اللي بيمشي هنا بيمشي هنا بالظبط. فأنا هنا هتقول له اتش واحد ناقص اتش اتنين، أو مينتينز مينتينز اللي بناها طاف هنا، يبقى اتش ناقص اللي هو الكريست ناقص اللي هو البيد ليفل اللي هو الاتش بالنسبه لي، لان هنا الاتش اهي، لان الاثنين على نفس المنسوب. تمام، ادي اللي قدامك دي ريجليتور. ريجليتور يا باشمهندس، اه ريجليتور، ادي بوابه فتحتها، فعندي هنا اتش واحد وهنا اتش اتنين، يبقى منسوب اللي هو اطرح الاثنين من بعض، يبقى اتش واحد ناقص اتش اتنين باتش. طيب منسوب الصيانه في حاله الريجليتور، انا هسيبك انت تفكر فيها وهشرح لك بالتفصيل طبعا وقتها، بس انا عايزك تفكر فيها، هو في عندي صيانه في الريجليتور؟ ولو عندي صيانه في الريجليتور هتتعامل ازاي؟ طيب لو انا عندي اسمه ده ازاي هدخل، يعني هدخل الميه في الاعتبار بما ان كده كده اصلا عملت صيانه وقفلت. ابدا فكر في كده، انا عايزك في الماده دي، يعني الماده دي ارخم من الماده الثانيه، ماده صنع مرايه واحد، وامتع بكتير جدا جدا، ماده عايزه دماغ. مطلوب منك انك بس مش تذاكر، انك وانت بتذاكر تسال نفسك، ولما تقف في حاجه قدامك تسالنا، يعني تسال المعيدين. انت يا باشمهندس بتقول لي عندي تسريب هيحصل، صح؟ طيب انا دلوقتي عايز احسب كميه التسريب، طيب انا هحسبها ازاي؟ طب بتقول لي انت عندي كميات غير التسريب اللي هو الكميات التصرف اللي هتعدي، انت بتقول لي عندي مشاكل هتظهر بالبركوليشن اللي هي الابليفت، طيب ده كله احسبه ازاي؟ عشان تقدر تدرس حاجة اسمها التسريب بنرجع لحاجة اسمها الفلو نت، دي كطريقة بيانية، أو بندرس لحاجة اسمها الابروكسيميت ميثود اللي هي بلاي ولين. ببساطة جدا يا جماعة، الفلو نت دي هي شبكة السريان، هي شبكة بتمثل لي سريان المية أسفل المنشأ. ليه؟ عشان اقدر احسب كميه التصرف اللي هتعدي، وعشان اقدر اعرف مدى تاثير الابليفت على شكل القاعده، وعشان اقدر ادرس تاثير البايبنج والهيفنج. طيب الابروكسيميت ميثود البلاي واللين هي طريقه رياضيه تستخدم لدراسه نفس اللي انا قلته، ان انا عايز ادرس الابليفت السريان اسفل المنشا. بس بلاي ولين مشكلتهم ان هم ما بيدرسوش السريان، بلاي ولين بيدرسوا البركوليشن لينس، بيدرسوا تاثير البركوليشن. ما هو التسريب خد بالك ليه حاجتين، احنا قلنا ليه تصرف وليه طول قاعده. طول القاعده انا هقدر ادرسه عن طريق بلاي ولين، طيب التصرف مش هقدر ادرسه عن بلاي ولين، فبدرسه عن طريق الفلو نت. فالفلو نت هي اساس دراسه كميات المياه المفقوده خلال اسفل المنشأ. طيب الفلو نت يا باشمهندس اللي هي شبكه السريان بتتكون من حاجتين، الفلو نت عموما خطوط شبكه السريان بتتكون من حاجتين، خطوط السريان هي خطوط بتمثل لي سريان الميه وحركه الميه خلال اسفل المنشأ. طيب خطوط تساوي الطاقه، يعني ايه تساوي الطاقه بقى يا باشمهندس؟ اللي هي الخطوط دي، انا بقول لك ان المنشأ بالنسبه لي هقسمه حتت، فاقول لك ان على طول الخط ده الطاقه هتبقى واحده، وعلى طول الخط ده الطاقه هتبقى واحده، وعلى طول الخط ده الطاقه هتبقى واحده، وعلى طول الخط ده الطاقه هتبقى واحده. طيب انت اصلا بتقسمها لي بناء على ايه؟ بناء على شكل القاعده اللي عندك، اذا كانت القاعده منتظمه ولا غير منتظمه، شكلها ظريف ولا غير ظريف. دي الفكره بتاعت الستريم لاين والايكوبوتنشال لاين او خطوط الطاقه. يبقى بسيطه جدا، ببساطه فلو نت اللي هي شبكه السريان بتتكون، هي شبكه تمثل حركه المياه اسفل المنشأ، تمام، وبتتكون من حاجتين، من الستريم لاين خطوط السريان، والايكوبوتنشال لاين اللي هي خطوط تساوي الطاقه. الستريم لاين هي حركه الميه بتمر اهو، يعني انت شوف انت عندك ده ستريم لاين اهو وده ستريم لاين. الستريم لاين بتمثل لي القنوات اللي بتمشي فيها الميه، يعني الميه هتمشي هنا، الميه هتمشي هنا، الميه هتمشي هنا. طبعا بما اني قسمت اسفل المنشأ لقنوات، فانا بقسم التصرف لدلتا كيو، يعني حتت كيو معينه. لو انا جمعت كيو كله، دلتا كيو 1 زائد 2 زائد 3، فانا جبت كميه التصرف اللي نزلت تحت المنشأ. ده كده اللي هي الستريم لاين. الايكوبوتنشال لاين هي خطوط تساوي الطاقه،
هي خطوط بتعبر عن الضغط، الضواغط بمعنى لازم تفهم يعني ايه كومبتنشال لاين. برضو انت عندك هنا في ضاغط مختلف عن الضغط، زي ما قلت لك انت عندك هنا ضاغط وعندك هنا ضاغط، فمفروض ان بقول لك فرق الضاغط ما بين هنا وهنا بيساوي كام؟ بيساوي رقم معين اللي انت جبت الضاغط من اللي انت لسه حاسبه. طب يا باشمهندس، مفروض الضاغط ده هيفضل كده ماشي زي ما هو ولا هيقل؟ بيقل، بيقل لحد ما يوصل للصفر. فانا بقول لك ان الضاغط هنا بيساوي رقم، الضغط هنا بيساوي رقم وعمال بيقل بيقل لحد ما يوصل للناحيه الثانيه، يبقى فرق الضغط ما بينهم 10، المفروض الضغط هنا هو الرقم اللي انت وصلت له. فكوبتنشال لاين ده خطوط تعبر عن الضغط للنقاط المختلفه تحت المنشا، حيث ان جميع النقاط على نفس الخط زي ما قلت لك ليها نفس الضغط. بس بتمثل ايه؟ بتمثل ان الضغط، يعني انت عندك الضغط 4 مثلا، في 4 لما يوصل هنا يبقى كام؟ يبقى هيقل شويه، يبقى 3 و9، هنا هيبقى كام؟ 3 و8، لحد ما اوصل هنا الضغط هيساوي كام؟ طب انت وصلت للمكان اللي المفروض لما تطرحه من بعض يساوي صفر، يبقى المفروض الضغط هنا فرق الضغط بيساوي كام؟ صفر. ركز معايا تاني. الكومبتنشال لاين هي خطوط بتعبر عن الضغط اسفل المنشأ، بمعنى انا عندي هنا ضغط وعندي هنا ضغط اهي. ده فرق ده الاشكال اللي انا كنت برسمها لكم. انتوا كده كده الهيدروليك ديزاين مش عليكم الا لو الدكتوره طلبته، طبعا لو طلبته هشرحه لكم. دي كانت المفروض اول خطوه اصلا بنعملها، بس احنا عشان ما عندناش هيدروليك ديزاين اصلا، فانا بدات في تاني خطوه اللي هي كانت خطوه السيبج على طول اللي هي دي. فانا بقول لك ان انا عندي هنا ضاغط وهنا ضاغط، انا عايز بس شكل رسمه الضاغط بالظبط. معلش استاذنكم اشوف لها رسمه تانية. ماشي، يعني نيجي هنا مثلا ونرسمه اهو، ده لاستيك بوتنشال لاين ده الاخير، وانا عندي هنا الضاغط اهو الميه، وبتقل لحد ما توصل لرقم معين. فبقول لك ان انا عندي ضاغط هنا هو ده، وهيوصل هنا لحد ما يوصل للصفر تقريبا اهو، ويبقى عامل كده، هو الشكل ده، ده هو ده بس انا عكسته بس. فبقول لك ان انا طول ما انا ماشي المفروض ان الضغط عمال بيقل بيقل لحد ما يوصل فين يا باشمهندس؟ لحد ما يوصل للنقطه دي المفروض بيساوي صفر، لان هي نقطه اللي هي البدايه بتاعته، اللي هو اخر خط طاقه عندنا. تمام؟ نرجع للشكل بتاعنا، للمساله بتاعتنا. فبيقول لك ايه بقى خصائص شبكه السريان؟ ودي مهمه جدا ولازم تبقى عارفها زي اسمك. اول حاجه انها بتتكون من نوعين من الخطوط، خط اسمه الاستريم لاين بيمثل لي حركه الميه خلال تحت المنشا، وخط اسمه الكوبتنشال لاين بيمثل لي اللي هو الضغوط تحت المنشأ. تاني حاجة اللي هي خطوط، أو اللي هو تاني ميزة يعني، خطوط الاستريم لاين لا يمكن أن تتقاطع، يعني ما ينفعش الخط ده والخط ده يتقاطعوا مع بعض نهائي. الإيكوبوتنشال لاين لا يمكن أن يتقاطعوا نهائي. يبقى أنت عندك أول حاجة بتتكون من نوعين من الخطوط، الاستريم لاين والإيكوبوتنشال لاين. خطوط الاستريم لاين لا تتقاطع، وخطوط الإيكوبوتنشال لاين لا تتقاطع. تالت حاجة، تقاطع الاستريم لاين مع الإيكوبوتنشال لاين على التعامد. مش عارف هي مكتوبه ولا لا. تتقاطع خطوط الاستريم لاين مع خطوط الطاقه على التعامد، ودي مهمه جدا، بتكون ما بينهم تقريبا شكل يشبه الدايره. دي بيمثل لي رقم، انا اعرفه الرقم ده بيتعمل دلوقتي ازاي. تمام. سادس ملحوظه ودي مهمه قوي، بص لو خدت بالك تتباعد خطوط الطاقه كل ما بتبعد عن الفرشه، كل ما تبعد عن الفرشه تبدا خطوط الطاقه تبعد، كل ما تبعد عن الفرشه تبدا خطوط الطاقه تتباعد. بص يعني انت بتتكلم دي غير دي غير دي، دي مهمه قوي قوي ومن الملحوظات المهمه. اخر حاجه خطوط السريان، انت كل بقى التعرجات كلما ابتعدنا عن المنشا، يعني اللي هي باينه قدامك ده ان مفيش تعرجات، لا المفروض ان يبقى في تعرجات. لو انا جبت لك الرسمه دي، بص بص ايه شايف دي؟ المفروض ان في تعرج اهو، شايف 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 اهو، ادي تعرج اهو اهو اهو. بس كل ما ببعد عن المنشأ ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان اللي بتفلطح منك وتبدأ تنتظم. تاني تاني، يبقى خطوط السريان يا جماعه بسيطه جدا. خطوط شبكه السريان بتتكون من نوعين من الخطوط، حاجه اسمها الستريم لاين وحاجه اسمها الكوبتنشال لاين.
خطوط الاستريم لاين والكوتنشال لاين لا يمكن ان يتقاطعوا. الاستريم لاين ما تتقاطعش مع نفسها يعني، والكوتنشال لاين ما تتقاطعش مع نفسها. الاستريم والكوتنشال بيتقاطعوا مع بعض على التعامد، ويمكن رسم دايره داخل اللي هو التعامد ده. يعني انت عندك ده متعامد مع ده، فيبقى رسم دايره، وانا اعرف ايه لازمه الدايره دي في انها بتحدد لي عدد القنوات وعدد الكوبتنشال لاين. الكوبتنشال لاين والقنوات دي مهمه جدا عشان اقدر احسب من خلالها التصرف، وعشان اقدر احسب من خلالها الضغط عند اي نقطه تحت المنشا، وعشان اقدر احسب من خلالها التسريب. اخر حاجه خطوط السريان، زي ما قلت لك تتباعد خطوط السريان وتزيد المسافه بينها كلما ابتعدنا عن المنشا. تتباعد خطوط السريان وتزيد المسافه بينهم كلما ابتعدنا عن المنشا، يبقى كل ما بعد عن المنشا كل ما خطوط السريان بتبعد، خطوط السريان بتقل بقى التعرجات كل ما ابتعدنا عن المنشا. تمام، دي اللي هي الاساسيه. هتلاقي بقى في حاجات تانية بيقول لك ايه، المسافه بين كل خطي ستريم لاينز تمثل قناه السريان الميه، وده مهم. ده انا قلت لك فوق ان كل خطين سريان بيمثل لي قناه بينهم حاجه اسمها الدلتا كيو، يبقى كل خطين سريان بيمثل لي قناه بينهم بتسمى الدلتا كيو. والمسافه بين كل خطي طاقه هنسميها دروب. ليه هنسميها دروب؟ دي اسمها كوبتنشال لاين. دروب يعني دروب في الطاقه، يعني دروب في الطاقه. الطاقه كانت 8، انا تحت المنشا الطاقه عماله بتقل، كل ما انا ماشي من اب ستريم لداون ستريم عماله بتقل من 8 ل 7 ل 6 ل 5 وهكذا. فدي بنسميها دروب. دروب يعني هي السقطه اللي هي حاجه كده عماله بتقل. اهم حاجه عشان ساعات كتير جدا هتلاقيها في المساله مش موجوده، لازم يكون في طبقه غير منفذه عشان اقدر اطبق طريقه الفلونت. ما ينفعش اطبق طريقه الفلونت من غير وجود طبقه غير منفذه. تعال اما نشوف ازاي اقدر ارسم الفلونت وازاي اقدر احسب التصرف من خلال ده. يبقى انت عندك خطوط السريان يا جماعه، شبكه السريان هي شبكه بتمثل سريان الميه اسفل المنشات التحكم، وبتتكون من نوعين من الخطوط، ستريم لاين والكوبتنشال لاين. الستريم لاين بتمثل لي حركه الميه، حركه سريان الميه من امام لخلف المنشا، والكوبتنشال لاين بتمثل لي الدروب في الطاقه اللي بيحصل من امام لخلف المنشا. الستريم لاين لا يمكن ان تتقاطع، الكوبتنشال لاين لا يمكن ان تتقاطع، الاثنين بيتقاطعوا مع بعض على التعامد، بيمثلوا ما بينهم دايره، بتمثل لي الدايره دي حاجه معينه هنعرفها دلوقتي مع بعض واحنا شغالين. خطوط السريان المسافه بتزيد كلما ابتعدنا عن المنشا وبتتفلطح، بتبقى شكلها التعرجات بتاعها قليله. والمسافه بين الستريم لاينز بتمثل المسافه بين كل اثنين ستريم لاين بتمثل لي قناه لسريان الميه، والمسافه بين خطي الطاقه بتمثل لي دروب اللي هي خطي الطاقه دروب، وجود طبقه غير منفذه للتطبيق. واكتب ملحوظه هامه جدا، اول خط سريان للميه هو خط القاعده اسفل المنشا. اول خط سريان للميه هو خط القاعده اسفل المنشا. تمام، يبقى اول خط سريان للميه هو خط القاعده اسفل المنشا. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني الخط اللي انت شايفه قدامك ده اول خط سريان. هنعرف بقى، تعالى نشوف ازاي يا باشمهندس. انت كلمتني على الستريم لاين وعلى الكوتنشال لاين وعلى الفلو نت، وانا اصلا مش عارف هي بتترسم ازاي. بص يا سيدي، ببساطه جدا شبكه السريان عشان تبدا ترسمها، نبدا مع بعض واحده واحده. ادي اول شكل من الاشكال السهله جدا للهضار. الشكل ده يا جماعه هو شكل الهضار المبسط، القاعده بتاعته قاعده منتظمه. تمام، انا عايز ارسم شبكه السريان ووجود في وجود طبقه غير منفذه، ركز معايا هتعمل ايه. والله يا باشمهندس انت قلت لي بعض الملحوظات اللي لازم اخدها في الاعتبار. تمام، اول حاجه انت قلت لي ان انا لازم يكون عندي طبقه غير منفذه موجوده. تاني ملحوظه قلت لي ان اول خط سريان هو خط القاعده، ده موجود؟ اه موجود. طب يا باشمهندس انا عايز ارسم بقى، هرسم ازاي؟ بص يا سيدي، هتيجي ترسم الرسمه دي بمقياس رسم مناسب. ماشي، اهو انا كاتبهم لك اهو. يفضل اختيار مقياس رسم مناسب بحيث عرض الورقه يكفي لطول المنشا زائد 2 زائد 2 الدي. بص بقى الدي بتاعي فين؟ يعني من الاخر كده هقيس ده، ده بالنسبه لي العمق، واروح من هنا اشوف دي وهنا اشوف دي. عشان كده من الاخر كده ارسم لي الرسمه دي بعرض المجرى المائي، بعرض الورقه اسف، عرض الصفحه كده ارسمها لي عشان تقدر ترسم الرسمه بتاعك كامله. طب يا باشمهندس ركز معايا، زي ما قلت لك اول خط ده هو اول ستريم لاين عندي. طيب الخط الاخير ده طبقه غير منفذه، ده اخر ستريم لاين عندي. يبقى انت عندك بدايه الستريم لاين وبدايه ونهايه الستريم لاين كده كده جيفن. طب حلو قوي يا باشمهندس، ازاي ارسم بقى كم وهرسم كم خط؟ يعني انا دلوقتي عايز ارسم خطوط السريان، فبقول لك يا سيدي هتيجي على المسافه دي.
دي مسافة مقدارها كام؟ اكس. هتقوم واخد هنا مسافة مقدارها اكس وتبدأ بإيدك ترسم. إيدي عادي جدا أهو، أبدأ أرسم بحيث إن أنا إيدي بدل، يبقى ركز معايا، أدي البداية أهي، أدي إكس وأدي إكس، حددت النقطة دي، أدي بي وأدي بي، حددت النقطة دي. تعرف توصل لي بينهم بخط بإيدك بس يكون الخط تحس إن هو ماشي باستقامة بسيطة كده أهو. اللي أنا رسمته ده، ده تاني ستريم لاين. طب يا باشمهندس الستريم لاين ده، ده كده اسمه تاني ستريم لاين. ايه هكمل الستريم لاين؟ لا، بعد ما ترسم لي تاني ستريم لاين ارسم لي كل خطوط الكوبتنشال لاين. طيب ازاي دي ارسمها يا باشمهندس؟ اول خط كوبتنشال لاين هو الخط ده اللي هو ابساي واحد اللي هو بينطبق على خط القاعده. اخر خط طاقه هو الخط ده، اخر خط كوبتنشال لاين اللي هو ده اللي هو بيسميه ابساي فاينل اللي هو بينطبق على خط القاعده. طب يا باشمهندس انا هعمل ايه؟ اول خط هتلاقيه غصب عنك عمودي على الشكل. طيب تاني خط، بص يا سيدي هتيجي من هنا وتخرج، بس هتخرج عمودي على الشكل، عمودي على اللي هي ايه؟ القاعده، عمودي اهو. وتبدا ايدك، خد بالك تقاطع الاستريم مع الكوبتنشال عمودي اهو. فانا هاجي هنا وادخل عمودي، وهاجي هنا وادخل عمودي، واروح هنا وادخل عمودي. طب يا باشمهندس كده تمام، ده اول خط، المسافه دي اكس ودي اكس. طيب ابدا اعمل ايه؟ انا عايز المسافات تكون شبه دائريه، تمام؟ فابدا اقوم قايل لك ايه؟ والله يا باشمهندس انت عندك ده وعندك ده. طيب ما انت عندك ايه؟ عندك الخط ده، تعرف تقيس المسافه دي كام وتروح تاخد المسافه دي وتبدا ترسم تاني خط اللي هو تدخل عمودي، وبعد كده تيجي عمودي على الاستريم لاين، واهو سيبك من الخط ده خلاص استريم لاين، وتفضل ماشي بايدك وتدخل عمودي على اخر استريم لاين. وبعد كده نفس اللي انت عملته، بقى عندك المسافه دي، تاخد المسافه دي زيها، ما انت عايزها تقريبا شبه دائريه، وقوم ماشي كده. بص بقى يا باشمهندس هتفضل ماشي كده، هتيجي في النص غصب عنك هتلاقي الجزء بقى تقريبا ماشي رأسي، تقريبا على فكره الجزء ده المفروض يبقى ماشي رأسي، وتيجي يمين زي الشمال. طب حلو قوي يا باشمهندس، يبقى انا كده عرفت ازاي ارسم اول ستريم لاين وازاي ارسم الكوبتنشال لاين بناء على اول ستريم لاين. طيب تعرف بعد ما تخلص ده ترسم لي بعد كده الستريم لاين الباقيه؟ اعرف ارسمها. هتيجي ازاي؟ ما انت قلت لي دي اكس يبقى دي اكس. طيب ما تعرفش تشوف لي دي كام؟ لو قلنا مثلا المسافه دي واي، فتروح تاخد لي هنا واي مثلا وتقوم جاي، وطبعا هتلاقي غصب عنك دي واي اكبر من الاكس، فتلاقي عندك ان انت ايدك بتفلطح. طب والله يا باشمهندس انا لما جيت ارسم كمان اخد ده احطها هنا لقيت نفسي ونزلت تحت الطبقه الغير منفذه، يبقى خلاص يبقى ده اللي عندك. في الحاله دي يا باشمهندس انا عندي ثلاث طبقات سريان، ادي واحد ما بين خط الاستريم لاين الاولاني والثاني، وما بين الاستريم لاين الثاني والثالث والثالث والرابع، يبقى انا عندي كام استريم لاين؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، بيتمثل لي ثلاث قنوات سريان. حلو جدا، يبقى انت عندك دي بنسميها ان كيو، ان كيو عدد قنوات السريان، عدد قنوات السريان هي عدد القنوات المحصوره بين عدد الاستريم لاين. يبقى عدد قنوات السريان هي عدد القنوات المحصوره بين عدد الاستريم لاين. تمام؟ طيب عندك حاجه اسمها ان دروب. ايه ان دروب ده؟ ان دروب ده عدد الدروبات. بص بقى يا باشمهندس هيبقى عندك كام دروب؟ فكك من التركيم هنا غلط. المفروض ان انا عندي هنا الميه، هنا الاب ستريم وهنا الداون ستريم، فانا هرقم بالعكس، اقوم قايل هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. أنا كده يا باشمهندس عندي تسع دروبات للطاقة، بمعنى لو قلت لك إن فرق الضغط كان تسعة يبقى كل دروب هيمثل لي كام؟ زي ما أنت قلت بواحد. لو أنا عندي دروب في الطاقة أربعة ونص وأنا عندي دروبات تسعة يبقى كل دروب بيمثل لي نص. بدأ الكلام يوضح؟ أعتقد بدأ الكلام يبقى واضح أكتر واسهل. يبقى تاني، خطوط شبكه السريان اللي هي الفلونت، فلونت اول خط ده بيمثل لي اول خط ستريم لاين، اخر خط ده اللي هو الطبقه غير منفذه ده اخر خط ستريم لاين، بعد كده ببدا اشوف اكس هنا واقوم راسمها هنا والبي هنا واقوم حاططها هنا واقوم موصل ما بينهم بخط بايدي كده يكون متدرج كويس. بعد كده ابدا ارسم كل الكوبتنشال لاين، بعد كده ارسم اللي هو الستريم لاين اللي بعد كده، وابدا بظبط نفس الطريقه اللي رسمت بيها الاولانيه. يبقى الملحوظات اللي انا كاتبها دي مهمه جدا. اول حاجه يفضل اختيار مقياس رسم مناسب، يبقى انت ترسم بعرض الورقه، تتباعد خطوط السريان وتزيد المسافه بينها كلما ابتعدنا عن المنشا الاسفل. بص خطوط السريان، في خطوط السريان شوف ده وده الفرق المسافه عامله بينهم عامله ازاي، بعد كده المسافه بتزيد، ده لازم تاخده في الاعتبار. خطوط السريان يكل بقى التعرويات كلما بعدنا عن اسفل، لو خدت بالك ان ده كان ماشي عادي ده التعرج بتاعه زاد، هنا هتلاقيه بيقل، التعرج بيقل. تمام؟ حد عنده مشكلة يا جماعة في انه
يرسم شبكة سريان لحاجة بسيطة زي كده؟ أتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط، ولو في مشكلة برضو عرفوني. بيقول لك الغرض من دراسة التسريب عموما زي ما قلت لك هو التأكد إن وزن المنشأ هيقاوم قوة التعويم اللي هي الأبليفت، والتأكد من أمان اللي أنا قلت لهم قبل كده، اللي أنا قلت لك عايز أعرف كمية المية اللي هتعدي من تحت لأسفل المنشأ. تاني حاجة التأكد من اللي هو اسمه ده إن البركوليشن لينس ده مناسب للتسريب، اللي هو من الآخر كده عايز أعرف إن المنشأ ده هيقاوم ولا مش هيقاوم. تالت حاجة أمان التربة أسفل، اللي هو أمان التربة هنا اللي هي البايبنج والهيفنج وهنتكلم عليها بالتفصيل، والبركوليشن لينس اللي لسه قايله برضه، والتاكد من سمك الفرشه، وده المهم جدا وهنعرفه بالتفصيل مع بعض ان شاء الله واحنا جايين. قبل ما اخلص السكشن يعني السكشن النهارده، انا هبدا بس اتكلم عن الشكل المعقد ده ونبدا ندرس مع بعض ازاي ارسم ستريم لاين لحاجه زي كده. زي ما قلت لك ده شكل معقد، وعندي فيه حاجه هنا اسمها شيت بايل. الشيت بايل بقى ده حوار وحوار، بس بنتكلم عليه النهارده، بس حوار وحوار، ولازم تبقى فاهم ان هو الستريم لاين ان الشكل بتاع بدل فيه لقيت شيت بايل يبقى الموضوع مختلف تماما. ايه المشكله بقى يا باشمهندسين لما يبقى عندي شكل غير منتظم زي ما انت شايفه كده علاقه بالرسم الاولانيه؟ زي ما قلت لك ان اول ان خط القاعده ده بيمثل لي الستريم لاين يا باشمهندس، بس انا عندي شيت بايل. بص بقى ركز، انا هعمل ازاي؟ انا مشيت اهو، بص انا مشيت يمين ومشيت شمال، يعني الشيت بايل بجيبه مرتين، الشيت بايل يحسب مرتين، وفضلت ماشي اهو، وفضلت ماشي اهو اهو، ده كده اول ستريم لاين بالنسبه لي يا باشمهندس. طيب انا قلت لك لو انا عايز ارسم الشكل ده هعمل ايه؟ هاجي هنا اكس واقوم رايح هنا اكس، هاجي هنا شايف دي غير دي واضح جدا اهو، واروح هنا نفس المسافه دي، فيبقى لك هنا بي هنا بي، وابدا ارسم اللي هو الاكس اهو، همشي 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 همشي، لما جيت امشي اوب لقيت شيت بايل ادخل. لا يا حبيبي، الشيت بايل بمجرد ما حطيته في الفرشه بقى جزء من الفرشه، الشيت بايل بمجرد ما حطيته في الفرشه بقى جزء من الفرشه. فانا المفروض همشي اهو، همشي اهو، همشي اهو، واقوم رايح كده اسفل المنشأ، واقوم رايح يا باشمهندس تمام كده اه تمام، وافضل ماشي ماشي ماشي، لقيته انا ماشي يا باشمهندس هخبط هنا، انزل تحت تاني، ولحد ما اوصل للنقطه اللي انا بدأت منها اللي انا قلت لك لازم ده يبقى زي ده. طب كده انا رسمت اول ستريم لاين اللي هو تاني ستريم لاين، يعني اعمل ايه بعد كده؟ ابدا ارسم خطوط الطاقه. خد بالك خط الطاقه الاولاني دي غلط، لان ده مش جزء من المنشأ، خطوط الطاقه ترسم من المنشأ فقط، يعني ده كده غلط. المفروض ان انا هاجي هنا واقوم داخل هنا خط عمودي اهو، عمودي، واقوم رايح نازل عمودي، بعد كده عمودي يا باشمهندس اهو، بس لازم تاخد بالك ان المسافات تكون متساويه، يعني بص انا هقيس ده واخد زيها هنا عشان يبقى ده شكلها داير تمام، واقوم رايح هنا اقوم داخل عمودي ونفس الكلام. الشيت بايل بقى لازم تحط فيه اكتر من بوتيشنال لاين، ودي مهمه جدا واكتبها في الملاحظات. ليه؟ لان عند الشيت بايل بيحصل دروب كبير في الطاقه لازم يظهر، لو انت ما حطيتش اكتر من خط طاقه عند الشيت بايل في الحاله دي مش هيظهر لك. فانا جيت هنا عملت كام خط؟ ادي واحد وادي اثنين وادي ثلاثه، وممكن اعمل اربعه على فكره، ممكن اجي هنا اعمل خط ادي اثنين، او ممكن اجي هنا خط واجي هنا خط رئاسي واعمل هنا ثلاثه واربعه. يبقى الشيت بايل على الاقل، على الاقل في الشيت بايل تعمل لي ثلاثه او اربعه دروب كوبتنشال لاين، دي معلومه مهمة جدا جدا جدا. بعد كده هكمل اهو اهو، واجي هنا واكمل بقى، عندي كام ستريم لاين وعندي كام كوبتنشال لاين. بص كام ستريم لاين، ادي ما بين الخطين دول واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة أربعة، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة أربعة، اللي هي الدوائر اللي أنا قلت لك عليها هنعرفها بعدين. بعد كده تعال نشوف كام الكوبتنشال لاين، ادي واحد، ادي اثنين، ادي ثلاثة، ادي أربعة، ادي خمسة، ادي ستة، ادي سبعة، ادي ثمانية، ادي تسعة، ادي 10، ادي 11، 12، 13، بقى عندي 13 دروب في الطاقة. يعني لو أنا عندي ببساطة جدا فرق الضغط هنا أربعة، اقسم 4 على 13 يبقى انا عرفت الدروب الواحد بيساوي كام عشان اقدر اوصل للصفر هنا. تمام. طيب الشكل اللي قدامك ده نفس الكلام اهو، نفس اللي انا عملته، ادي بس هنا القاعده منتظمه فلقيت الخطوط منتظمه وهرسم لها الكوبتنشال لاين وهكذا، ده شكل نفس الكلام، ادي الشيت بايل اهو، بدل لقيت شيت بايل زي ما قلت لك هتقوم راسم لي. خد بالك احنا بنبدا بدايه المنشا ونهايه المنشا، ما تزودليش، وبدايه اللي هو القاع ونهايتك القاع. ادي شكل غير منتظم تاني اهو، نفس الكلام اهو، وادي الشيت بايل هنا هتكتر برضو فيه، هنا ممكن اعمل اثنين، ممكن اعمل هنا كمان اربعه يا جماعه عادي جدا. نفس الكلام، دي قاعده منتظمه، ادي بدايتك وادي نهايتك، دي قاعده غير منتظمه شويه، نفس الكلام اهو، هتلاقي الخط الاولاني متعرج، بعد كده الخطوط تقريبا مش متعرجه، هتلاقي ان الخطوط بتبعد طول ما انت الستريم لاين عماله تبعد عن بعضها، هتلاقي الشكل ده هنا تقريبا دواير، ادي الشكل غير منتظم، وهنعرف بقى كل الكلام ده في السكشن الجاي في سكشن الابليفت بالتفصيل ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم.